هذه المناسبه كنخدم تحيه للمغاربه كاملين، عيد مبارك سعيد، والتحيه لجميع المغاربه داخل وخارج الوطن. والله ينصر سيدنا. كيفاش دازوا الاجواء اليوم؟ يعني الاجواء مزيانه بخير وعلى خير الحمد لله، يعني الناس فرحانين بهذه المناسبه، يعني شي حاجه مزيانه. الاجواء كانت لي تنام الحمد لله، حتى العيد تسمي كلي تبدا يتسنى ميدنا فرحنا كلو، واش كان يلا نزلوا غير صلاه العيد استقبل ربي اقول ربو زمرح احسن كان ربي ديما ان شاء الله يحتينا ربي. وكان قال لي التنامات عاداتنا الخير عاداتي فوركينت، وكنتمنى ربي يقبل الزمرح يقعد المغفرين كنوا الامه الاسلاميه. وشكرا، عيد مبارك سعيد، وكنقول له يصبح ربي تنمير تنون. اليوم كنحتفلوا باجواء عيد الفطر من سال شهر رمضان بحول الله، ودوزنا رمضان بخير وعلى خير. وكنشكروا الناس اللي جاوا وحضروا اليوم، وكان النظام زوين تبارك الله، ماشي بحال دوك الاعوام اللي فات كان شويه النظام مخربق، وهذا العام جا سميتو جا التنظيم زوين. تحيه للجميع، تحيه عطيره في هذا الصباح الزوين هذا، كنت نمير بهذا. عيدكم مبارك سعيد، كما كتشوفوا يعني الاجواء تبارك الله روحانيه، اجواء زوينه مليحه، يعني الاخوان الاصدقاء كانوا براس خير في هذه الساحه هذه، ساعه الاستقبال اللي ادينا فيها صلاه العيد. يعني تمنينا اننا نكونوا عند حسن في التنظيم ان شاء الله. المساله اللي شرنا ليها تبارك الله تجاوبوا مع الناس بخصوص الباساج اللي كان ليه، يعني الحمد لله صلاه العيد هي واحد الصلاه اللي خصها تتأدى بحال ما هكايا. ساعه الاستقبال رغم القيل والقال يعني هناك نقاش بخصوص يعني المكان، ان شاء فوق المتوقع، فوق المتوقع. الصوره ان شاء الله اللي التقطت الفوق هي اللي غتبين لنا باللي الناس كانوا حاضرين، باللي واحد الطقس من الطقوس الدينيه اللي ما خصناش صراحه نزقلوه، رغم وقت مبكر 7 ونص، ولكن هذا باش نيفيتيو هذه الشمس هذه. لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله. Whoa.